ده اليوم ممكن يكون فعل الخير له انعكاس على وجودنا وأثرنا بالحياة. ده حلو اليوم نزرع الابتسامة ونكون بلسم على وجوه كتير من الأشخاص، وخصوصا بهذا الشهر الفضيل. أكيد كل شيء، ما في يعني مقولة أبدا ما ثبتت أنه فعل الخير هو مرتد صدى لنا، واليوم وخصوصا بهذا الشهر لازم ما نستنى مقابل ولا نستنى أنه يرد هذا الفعل الخير لنا. نعمل خير لأنه أكيد انعكاسه وصداه رح يرجعنا بيوم من الأيام. أكيد يا عفاف، مثل ما بنقول دائما نقطة بتبلش صغيرة وبتكبر وبتكبر تماما لحتى تصير فعل الكل يتشاركه. واليوم رح نحكي عن طبعا اتحاد الجمعيات الخيرية والحملات التي قاموا فيها خلال شهر رمضان المبارك، جهود متواصلة. كل طبعا شهر رمضان بيكون لهم بصمة خاصة، أيضا خلال أيام العادية، خلال الزلزال وغيرها من المناسبات كانوا حاضرين وبقوة وجهودهم فاعلة على الأرض، واليوم هن جزء من تشارك التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لنضيء أكثر على تفاصيل حملات شهر رمضان المبارك، بيسعدنا يكون معنا الأستاذ ساري السيروان وهو رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية. يسعد صباحك أستاذ ساري، ينعاد عليك رمضان كريم. أهلا وسهلا بكم، وكل عام أنتم بخير، وصباحكم إن شاء الله صباح خير وتفاؤل وفرج قريب للبلاد والعباد. وشكرا لكم دائما على إضاءتكم التي تكون قريبة من الناس وقريبة من المجتمع الأهلي بشكل عام. صباح الخير أستاذ ساريا، وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نتعرف من حضرتك، كيف تم تفعيل الفعل الخيري لليوم خلال هذا الشهر الفضيل، خصوصا أنه اليوم ممكن أي حدا يساعد ويعمل خير حسب مقدرته، يعني كمان من ناحية تانية ما في ضغط على أي حدا. الحقيقة يعني شهر رمضان المبارك دائما له خصوصية خاصة، وخصوصية شهر رمضان تأتي من خلال يعني ما هو عليه من فعل الخيرات ومن ما تقدمه بشكل عام أغلب الناس من الطعام ومن الشراب ومن المال ومن المساعدات كلها بشكل عام، فهو شهر جبر الخواطر حقيقة. لذلك يعني من هذا المعنى ومن معاني الشهر الكريم، قبل رمضان بحوالي أسبوع أو 10 أيام كان هناك لقاء كريم لسيدة الياسمين السيدة الأولى السيدة أسماء الأسد مع حوالي 50 جمعية من محافظات القطر بشكل عام ومن دمشق أيضا بشكل خاص، متنوعة هذه الجمعيات ومتنوعة الأطياف ومتنوعة الخدمات، وكان حقيقة لقاء مطول حول رمضان. طبعا كان اتحاد الجمعيات الخيرية حاضر في هذا الاجتماع، وكان التأكيد الكامل من سيادة السيدة الأولى على بذل ما نستطيع أكثر وأكثر في رمضان لخصوصية رمضان ولشدة الحاجة حقيقة. يعني لا يخفى على أحد اليوم الوضع الاقتصادي من خلال الحصار الاقتصادي، من خلال أزمة الحرب الكبيرة التي عاشتها سوريا، والآن حرب إنه آخر هي حرب الاقتصاد والحصار. لذلك كان التوجيه من سيادتها في بداية يعني حديثها عن التعاون فيما بين الجمعيات مع بعضها البعض وبذل الجهد الأكبر لرمضان فقط. طبعا هذا الاجتماع ايضا يعني تعرضنا فيه لكثير من الامور التي تتعلق باداء الخدمه من حيث الايجابيات ومن حيث السلبيات. وبعد يعني هذا الاجتماع اطلقت حملات كثيره اطلقتها وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، منها ما تفضلتم في بدايه اللقاء حمله التشارك بالخير، وايضا يعني اطلقت حملات اخرى ليكون التعاون اكبر من عده مبادرات، منها مبادره اهل الشام التي تعنى بريف دمشق بشكل عام. كل هذه المبادرات تصب في تقديم ما تستطيع هذه الجمعيات
إلى الأخوة المستفيدين من هذه الجمعيات ومن بعض الأخوة الذين فقط يأخذون في رمضان. طبعا تقديم السلة الغذائية كان على رأس هذه الأولويات، تقديم إفطار الصائم الذي يعني هو له حقيقة تميز في يعني سوريا بشكل عام. وأنا أريد أن أقول مهما غلت الأسعار، والأسعار اليوم شيء فلكي حقيقة نتيجة ما ذكرنا، لكن أنا أقول نحن اليوم على مخربة يعني من خواتيم شهر رمضان. أقول حقيقة ما يقدم من أنواع الطعام الجيد وما يقدم من تنوع الطعام ليس فقط يعني من لون واحد أو لونين كما هو قد يكون سائد أحيانا، لا أبدا، إنما هناك تنوع في تقديم هذا الطعام له أكبر دليل على بركة سبحان الله رمضان وبركة سوريا وبركة الشام يعني التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها. لذلك من خلال هذه الحملة أسس جروبات كثيرة، هذه الجروبات بشكل يومي كل حملة ترسل على هذا الرقم ما يعني قدمت في هذا اليوم. يعني أنا أنظر من خلال الواتساب أو من خلال المتابعات ومن خلال المتابعات الميدانية شيء عظيم جدا. بالنسبة لاتحاد الجمعيات الخيرية طبعا هو كاتحاد ينبغي أن يكون له ربط مع كل الجمعيات التي يعني لها فاعلية على الأرض، وهناك جمعيات ضعيفة يعني ليست كل الجمعيات تؤدي بمستوى واحد حقيقة، لا، هناك مستويات كثيرة حسب قوة هذه الجمعية من خلال أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الهيئة العامة فيها. لذلك سعى اتحاد الجمعيات الخيرية إلى تأمين سلة غذائية للجمعيات البعيدة، لأن اتحاد الجمعيات هو دمشق وريف دمشق ليس فقط دمشق، فهناك جمعيات في الريف البعيد قد تصل أحيانا إلى يعني أماكن بعيدة جدا لا تستطيع أن تؤمن كل ما سجل لديها من مستفيدين على كافة المستويات. كان بفضل الله عز وجل دور كبير لاتحاد الجمعيات في تأمين عدد من السلات. طبعا اتحاد الجمعيات من أهم مشاريعه هو صندوق العافية الذي يعنى بالمرضى الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة وكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. نعم، خلينا ندخل بس بتفصيلة معينة. حضرتك ذكرت بالبداية أنه أنتوا كاتحاد جمعيات أصلاً بتشبكوا جمعيات مع بعض. اليوم نحن عنا تشارك كمنصة، وأيضاً برمضان عنا حملة تشارك الخير اللي هي تسعى لتنظيم الجهود. خلينا نحكي عن نتيجة تنظيم هاي الجهود خلال هذا الشهر، شو اختلف عن ما قبل ما يكون فيه تشارك الخير؟ توحيد الجهود دائماً والعمل الجماعي هو العمل الناجح. عندما تكون هذه الجهود من خلال المنصة ومن خلال خصوصية رمضان تكون النتائج أفضل على الأرض، تنظيم العمل، تنظيم التوزيع، الاستفادة من خبرة ناس لهم باع أكثر من غيرهم في العمل الخيري على كافة المستويات، سواء حتى على تقديم السلة. السلة الغذائية اليوم ينبغي أن تكون سلة مدروسة بشكل تخدم الفقير خليني أقول بشيء في شيء ناحية اقتصادية، وتكون له مدة معينة من الزمن يستفيد منها أكثر. موضوع التشبيك ما بين الجمعيات وهذه الحملة التي تفضلت فيها كان لها أثر كبير بتقديم عدد أكبر من الوجبات أو السلال. الوجبات أو السلال. طبعاً يمكن هناك في جمعية بتدعم بالسلة، جمعية تانية بتدعم بالمواد، جمعية في جمعية بتقدم ألبسة مثلاً. تماماً. في جمعيات تقدم ألبسة، واليوم في جمعيات تطورت حتى في موضوع يعني في جمعيات اليوم من خلال هذه المنصة رأى بعض الذين لا يعملون على هذا المستوى ما تقدمه هذه الجمعية. مثال، هناك بعض الجمعيات تقوم بتقديم كوبونات لمستفيدينها،
قيمة هذا الكوبون مثلا 500,000 ليرة سورية، يذهب إلى متجر متفق عليه من الجمعية، يدخل كأي مواطن يريد شراء طبعا بالسعر المخفض جدا جدا، ويدور هذا المستفيد في هذا المتجر أو في هذا السوبر ماركت في هذا المحل، يأخذ الحاجة التي يريد، وقد تكون هذه الحاجة ضرورية بالنسبة له أكثر، ويشعر يعني كرامة أكثر عندما يأخذ هذه الاحتياجات تماما. أيضا موضوع الألبسة، موضوع الألبسة يدخل إلى محلات، أي هذه المحلات تبيع المواطن بشكل عام، يدخل فهو بنفسه يأخذ من خلال هذا الكوبون الذي يحمله، هذا الكوبون له قيمة مالية طبعا، في نسبة معينة كبيرة من هذه الألبسة الجديدة طبعا موجودة، ليست الألبسة الفاخرة جدا، كي يستفيد من يعني القيمة لا تكون عالية جدا. هذا تطور، وهذا التطور ينبغي أن يكون دائما في عمل الخير، يعني ينبغي أن نخرج عن الشيء النمطي الذي يقدم منذ مثلا 30 أو 40 سنة. نحن بالنسبة للعمل الأهلي هنا أريد أن أذكر شيئا مهما جدا، وهذا يعني وهذا مما دائما أذكره، بداية الحرب التي نسأل الله أن لا تعود، وأن يعني نحن إن شاء الله نتطلع دائما إلى أنه تكون سوريا أفضل وأفضل وأفضل. كان هناك كلمة للسيد الرئيس دكتور بشار الأسد، وكانت هذه يعني في بداية الحرب مطمئنة أنه سوريا الله حاميها، وحقيقة سوريا الله سبحانه وتعالى حماها رغم ما الجراح ورغم الآلام ورغم ما جرى ورغم ما يعني يكون الآن من حصار اقتصادي، لكن هذه الأزمة جعلت السوريين في عمل الخير يقدمون يعني أنواع جديدة حسب معطيات الحاجة، منها مثل هذه الأيام في السنة الماضية كان الزلزال، والزلزال شيء جديد على سوريا، يعني منذ 200 عام لم يأتي الزلزال. بفضل الله عز وجل بهذه الجهود التي يعني كانت في بدايتها أسس في اتحاد الجمعيات الخيرية بعد الزلزال بساعات بسيطة غرفة عمليات، وهذا شيء جديد على العمل الأهلي. هذه غرفة العمليات خرج من خلال تنظيمها اليومي في اليوم الثاني تماما من الزلزال إلى 3 محافظات مهمة، حلب واللاذقية وحماة، خرج مساعدات بكميات هائلة جدا. عندما يعني كان تحت رعاية وزير الشؤون السيد المحافظ وما إلى ذلك، يعني حقيقة كان شيء يعني يرفع الرأس عاليا، أنه في ظل الظروف الصعبة عند التجار عند الصناعيين، حتى الجمعيات الخيرية كانت على مخربة من رمضان، عندما تكون الجمعيات في هذا التاريخ تكون الصناديق لديها فارغة، لكن هذا التشارك وهذا التعاون ما بين الجمعيات جعل العطاء يستمر ويستمر، حتى وصلنا يعني إلى حتى في أيام رمضان في مراكز الإيواء التي كانت في هذه المحافظات وصلت نقول المساعدات إلى حد كبير جدا، حتى أن المستودعات في تلك المحافظات امتلأت تماما. هذا شو يعني سببه هذا التعاون الذي جرى ما بين الجمعيات، وإحنا نتطلع، وهذا كان يعني من توجيهات السيدة الأولى، نتطلع دائما إلى أن يكون التعاون أكثر، كلما كان التعاون أكثر وكلما كانت هذه الجمعيات تقوم وكأنها جمعية واحدة، فالعمل الجماعي المنظم والعمل الجماعي الذي يكون على نية طيبة، لأن هذا العمل هو عمل خيري نبتغي به مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كل واحد ممن أقامه الله عز وجل في عمل الخير أن يكون هو يدخل بنيته الطيبة، لا من أجل منصب ولا من أجل هذه المناصب، يعني عبارة عن أمور لوجستية لتنظيم العمل،
أما ينبغي أن يكون الجميع يد واحدة، وهذا ما لمسناه حقيقة. يعني فترة الزلزال رغم الألم الشديد الذي كان فيها، لكن دائما كل محنة في من خلالها دروس كثيرة. نحن استفدنا كثيرا قبل محنة الزلزال عندما خرج أخواننا في الغوطة إلى مراكز الإيواء في عدرا وما إلى ذلك. أيضا في يوم واحد خرج عشرات الآلاف، هذول خرجوا لا طعام لا شراب، حصار شديد كان عليهم من الإرهابيين. كيف بدك تعاملي مع هيك نقطة؟ موضوع أزمة المياه، يعني كثير من الأمور التي عشناها لم نكن سابقا نعهدها. الجمعيات معروف كان عملها، كل حي في 50 عائلة، في 100 عائلة فقيرة جدا، هذه العوائل تسجل لها هذه الجمعية، تأخذ راتب شهري، تأخذ معونة ومستورة كما يقال. أما اليوم أصبح العمل عمل كبير جدا نتيجة ما جرى على سوريا من كافة الأمور، والعمل والسنوات القادمة نسأل الله تعالى أن تكون يعني الفرج الكامل. العمل ينبغي أن يكون فيها أكبر، فنحن نتطلع إلى ما يسمى بالمشاريع الصغيرة للفقير ومتناهية الصغر. يعني اليوم لا ينبغي أن يبقى الفقير طوال حياته يأتي إلى الجمعية يسأل عن السلة الغذائية ويسأل عن وجبة الإفطار ويسأل عن الملبس والراتب الشهري. ينبغي أن نقدم له العون في تأسيس مشروع صغير. هذا المشروع الصغير قد يكبر ويكبر ويكبر ويصبح مشاريع. هذه المشاريع أولا ترفع سوية الفقير إلى أن يكون معطاء بدل أن يبقى دائما في. خلينا أستاذ سالي قبل ما نختم مع حضرتك نضوي على شيء كتير مهم اليوم، كيف تم وصولكم للأسر المستهدفة اللي هي ممكن تكون معنية بفعل هذا الخير أكثر من غيرها، وكان في دورية لهذا الشيء؟ طبعا دائما التنظيم من خلال الداتا الموجودة، والداتا اليوم داتا كبيرة جدا في محافظة جدا في محافظة. كان في تجديد كمان يعني ولا بس الأسماء اللي كانت عندكم؟ طبعا في تجديد، صار في تجديد لأيه؟ طبعا في تجديد، لأنه دائما بخلال السنة في كثير من العوائل تم تسجيلها من جديد، وتم أيضا يعني هناك كثير من العوائل التي كانت تأخذ سلة من المنظمات الدولية، مثال منظمة الغذاء العالمي وبقية المنظمات التي توقفت تماما عن إعطاء السلة. هذه العوائل ما زالت بحاجة، فهذه تم من خلال جمعيات، ليس جمعية واحدة، دراسة هذه الحالات. لكن دور اتحاد الجمعيات أن يعطي الجمعيات وليس مباشرة إلى الفقير. يعني أنه اتحاد اليوم وزع عدد كبير من السلات يعني بالآلاف، هذا التوزيع بدل أن يكون لدينا مباشرة من الاتحاد إلى المستفيد، لا، يبقى أن يكون عن طريق الجمعية التي هو يسكن في منطقتها فهي تعرفه أكثر، تقوم بالكشف الميداني عليه، يسجل لدى هذه الجمعية. فكان العمل ما بيننا وبين الجمعيات على أن نقوم نحن بتقديم ما نستطيع من خدمة هذه الجمعيات، وهي الجمعية تقوم بالتواصل مع المستفيدين لديها. لكن هذا التواصل هو دائم ما بين الجمعيات وما بين المستفيدين. لكن أريد أن يعني أضيء على شيء مهم جدا، نحن علاقتنا مع الفقير ومع المستفيد بشكل عام من خلال صندوق العافية. صندوق العافية حتى في رمضان ما توقف، عادة تكون جهود مبذولة للطعام والشراب وإفطار الصائم، لا أبدا. يعني العمل إلى هذه اللحظة منذ بداية رمضان وحقيقة يعني أرقام فلكية، أرقام المادية. هنا أريد بس أن أطمئن يعني الأخوة المشاهدين والأخوة التجار والمتبرعين أنه العمل الطبي كمان هو عمل كبير جدا جدا جدا، حتى في رمضان لم يتوقف. أكيد يعني اليوم أستاذ ساريا مجهود كبير عم تقوموا فيه مثل ما حكينا، مو بس بشهر رمضان المبارك حتى بالأوقات طبعاً العادية. طبعا الحمد لله مشكورين كل الجمعيات اللي
قدمت الخير ولكل الشباب المتطوعين وافراد هي الجمعيات، يعني عم توصل بعض الايام الليل بالنهار بين افطار وبين السحور لحتى تامن كل المستلزمات، وهي هي طبيعه الاهل السوريين. نحن قلنا وقت الزلزال سوريا كانت بيت واحد، وايضا برمضان نتمنى تضل بلدنا هيك بيت واحد، وكلنا نحس مع بعض بنفس الشيء انه نحن حاسين بغيرنا ومعاناتهم. شكرا لك ولوجودك. شكرا لكم، وان شاء الله دائما نلتقي على هذه الاضاءات الجميله جدا التي ينبغي ان تكون بين فتره واخرى، ليكون هناك طمانينه لدى الشعب السوري في سوريا وخارج سوريا، أن شاء الله سوريا بخير بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب، أكيد بنتمنى الخير والبركة للجميع ولإلكم، ويعطيكم ألف عافية على جهودكم. كنت معنا اليوم الأستاذ ساريا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا.